برافو، بارك الله عليكم. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد اونها جديد. اليوم اخوتي كنتواجدوا في شارع محمد السادس الله ينصرو، خاص في مدينه بنيه. كما كتشوفوا معنا اخوتي الوقفه ديال التضامن مع الاخوان اللي كيتواجدوا في تندوز. غادي نخليكم مع التصريحات ديالهم وتكتشفوا بعض اللقطات خاص ديال الوقفه ديال التضامن مع الاخوان ديالنا اللي كيتواجدوا في تندوز. اش غادي نقول لكم؟ ارجعوا، حيدوا من داك العذاب، حيدوا من داك العنف. صراحه انا اخوتي العنف كاين في تندوف تما، خصوصا النساء كيعنفوهم، الاطفال، كثرت العذاب، كثرت المشاكل، والله انه الله غفور رحيم. السلام عليكم، ارجعوا ارجعوا لبلادكم، والمغرب كيرحب بكم، خاص في ترابكم، هادشي اللي كاين، باش ينتهي هذا المشكل ديال الصحراء المغربيه. ما تنساو اخوتي الا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي، ضغطوا على زر الاشتراك وجرس اللايك باش الدعم ديالكم، باش نستمروا ديما في الجديد. تفضل اسيدي، عطينا رايك على حساب هذه الوقفه ديال التضامن مع الاخوان اللي كيتواجدوا في تندوف. السلام عليكم اخويا، معك ديغا رضوان، رحال عالمي. كندرو بالسيارات هذو اللي في نجمه المغاربه باش نوصل واحد الرساله للمغاربه، للصحراء المغربيه ديالنا. وحنا دايرين هذه الوقفه منظمينها مغاربه العالم كنمثلها، ومع جميع المجتمع المدني وجميع الجمعيات تبارك الله. والناس جاو من الداخل، جاو شي جا من كلميم، شي جا من اكاليش، شي جا من كازابلانكا، وجايين هنا باش نتعاونوا مع خوتنا المحتجزين اللي كاينين في المخيمات، وكنطلبوا جميع حقوق الانسان والمنظمات الدوليه باش تدخل، لان الناس ديالنا كيتعذبوا وكيتغتصبوا وكيتعتقلوا، وهذا الشيء كنوصلوه رساله لجميع المغاربه انه يديروا كل التضامن. تماما، كل التضامن، كل التضامن. وحنا راه المغرب راه كبير، والمغرب ديالنا زين تبارك الله، وحنا كنحبوه، وديما بشعارنا الله الوطن الملك، الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. بافو، تحياتي ليك، تبارك الله عليك. اما كما كتشوف صور المحتجزين، تجنيد الاطفال، كما كتشوف لا للتهميش للنساء في المخيمات، لا للتعذيب في مخيمات تندوف. اين هي حريه الانسان؟ كتشوف الناس مساكن دايرين لهم، شوف الناس كاين تما بزاف الحوايج. الحمد لله كما كتشوف هاي الوقفه التضامنيه، كل التضامن مع اخواننا الصحراء والمغاربه محتاجين في مخيمات تندوف. وكنطلبوا من جميع يونسيف والصليب الاحمر انه يتدخل، لان الاوضاع سيئه، اوضاع لا يطاق لها. وكنشكر جميع المسلمين العالم اننا يتعاونوا معنا، لان هذا الشيء اللي كيوقع راه بزاف، هذا الشيء اللي كيوقع راه الله اللي غالب. دابا انتم عندكم من وقفه التضامن خاص في مدينه كلميم، حتى علاش غادي تمشيو؟ ان شاء الله غنطلبوا من جميع الناس ديال جنوب الصحراء، انهم جميع الصحراء والاحرار الكرماء، انهم يديروا الوقفه ديالهم، انهم راه وصلنا واحد الرساله. وقفه كل التضامن، وقفه تضامنيه لاجل اخواننا المحتجزين. واخا الا سمحتي، دابا اليوم انتم كتواجدوا في كلميم، غدا فين غادي تواجدوا بالضبط؟ ان شاء الله احنا بارك علينا، احنا وصلنا الرساله حتكم في كلميم ولا غادي تزيدوا طنطان العيون؟ كنا فيهم. كنتوا فيهم ياك؟ الحمد لله. تبارك الله عليك اسيدي. كنا كل شيء الاقاليم الجنوبيه، وكنا كنقول لهم ها هو اللي بغينا نوصلوا للعالم، حقوق الانسان والصليب الاحمر والوسيك. كاين معايا الاستاذ اللي كي من الداخله، استاذ جمعوي، حتى هو الله يعمر دار. شي كلمه الاستاذ؟ صفه اسمك؟ اي تفضل. سعد حسين، رئيس منتدى الحياه المدنيه والعمل المشترك والمنظمه، رئيس الفرع الجهوي للمنظمه الملكيه المغربيه. ارفع صوتك شويه، ارفع صوتك واخا. نعم. لا كمل، ارفع الصوت ديالك شويه باش يتسمع. هذه وقفه احتجاجيه ضد ما هذه التصرفات التي تقوم بها الحكومه الجزائريه والحكام الجزائريين
ايه تفضل ادوه ضد ابناء انا في تندوف، وهذه العمليه التي مرت عليها 4 عقود من الزمن واكثر، العالم عرفها، وعلى العالم عرف عن هذه كتيبه اسمها البوليساريو، تمول من الجزائر وتحارب المغرب من الجزائر ومن فوق الارض الجزائريه، وعليه احنا ابناء هذه المناطق الجنوبيه بصفه عامه والمجتمع المدني بصفه خاصه نقول لاخواننا في الجزائر كفى من هذا النوع من التحايل والكذب اللي كتمارسوا هذه الحكومه الجزائريه والحكام الجزائريين على الشعب الجزائري اولا، اللي قتلت منهما قتلت مئات الالاف وشردت مئات الالاف وجوعت مئات الالاف وشوت الصعه ديال الجزائر في العالم ولم يسلك منها الجيران. اما الدوله المغربيه هذا ما تقوم به حكام الجزائر بعيد علينا وعلى تفكيرنا، فاحنا عندنا قياده ملكيه شريفه وهي اللي كنصنتوا لها، وجهات الملك ضامن الامن الاستقرار لبلاده وللجيران ولافريقيا، ولهذا احنا لكل ما نطالبه هو الامن والاستقرار والتعايش والتنميه وفتح المجال لابناء المغرب في تندوف يدخلوا لوطنهم، الذين بقوا في وطنهم في نعمة مستمرة، والذين عادوا من الجحيم هم في نعمة مستمرة، والذين بقوا في الجحيم 45 سنة هم في الجحيم. وكفى من تعذيب النساء والأطفال وتجنيد الصبية والأطفال، وهذا محرم، وندعو المجتمع المدني في العالم والمنظمات العالمية في العالم باش تخذ بعين الاعتبار هذه الاحتجاجات التي وهذه الوقفات التي يقوم بها ابناء المغرب، خاصة ابناء المغرب في الجو جهات كل من مودن في جهات كل من مودن في جهات كاملة تماما الجهات ديال المغرب ينددون بهذه العملية الشنيعة اللي قضى عليها 45 سنة اللي صبحت اليوم الجزائر في الحضيض. أما الشعب الجزائري والشعب المغربي لا تستطيع حكومة العسكر الجزائري أن تفرق بينهما، فهي تغطي عن مصايبها على مصايبها في الجزائر. أما المغرب في نعمة وفي أمن وفي استقرار، وعندنا ملك الأمن والاستقرار والسلم. وشكرا. تبارك الله عليك يا سيدي، الله يحفظك. كما كتشوفوا معنا اخوتي الوقفة ديال التضامن مع الإخوان ديالنا اللي كيتواجدوا في تندوف. صراحة كتشوفوا التصريح مع الشخص، التصريح ديالو التصريح الأول ديال هذا السيد اللي هو كيقولوا بأنه دار واحد المجهود كبير، داروا الوقفة ديال التضامن مع الإخوان ديالنا اللي كيتواجدوا في تندوف، مشاو للعيون، كانوا في الداخلة، كانوا حتى في الكركارات. تماما. وتحياتي لهم، هذا المجهود وهذه الوقفة وهذا التضامن اللي مزيانة جدا رائعة. تبارك الله ما ان شاء الله فيها كما كتشوفوا حاجه مهمه بزاف، الوقفه التضامن مع الاخوان. راه شفتوا كل شيء، شفتوا داك الشخص شنو قال لكم على حسب المسائل على حسب المشكل اللي عندهم تما في ديك المنطقه تماما. والسياده ديالها تبارك الله وسيدنا الله يسلم راه كيدير دابا هاد الشعلات في الصحراء. عندكم انتم تقولوا شي حاجه؟ هي مرحبا مرحبا، الضحك ياك مزيان. كما كتشوفوا معنا اخوتي اليوم الاحد 21 مارس 2021 امير المؤمنين محمد السادس نصر الله. كما كتشوفوا معنا الوقفه ديال التضامن والتصريحات ديال الاخوان ديالنا اللي كيتواجدوا في هذه المنطقه ديال مدينه بنمين، دايرين واحد الوقفه باش يتضامنوا مع الاخوان ديالنا اللي كيتواجدوا في المخيمات ديال تندوف. كما كتشوفوا السياره ديالهم الطوموبيلات ديالهم، وهذا المكان حاليا في شارع اكادير كما كتشوفوا. الصحافه كيجيو يديروا معاهم التصريحات ويصوروهم المسائل. بينك تبان شي تصريح؟ اش غادي نقول لكم، الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. اش غادي نقول لكم باقي، نتمنوا هذا الشخص يديروا معاه تصريح يقول لنا رايه على حسب التضامن وهذه الوقفه.
كما كتشوفوا الصور مخيمات ديال تندوف كيتعدوا على النساء كيتعدوا على الاطفال. تمام تفضل اسيدي مرحبا هادشي. نخليكم اخوتي مع واحد الاخ خونا يدير لنا تصريح. سلام بخير اسيدي شي مزيان اليوم كتلاحظوا هذه الوقفه التضامنيه تحت شعار كل التضامن مع اخواننا الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف. اليوم ادانا فعاليه المجتمع المدني عن واحد الحس التضامني مع اخوانهم، ولولا ان كما كتلاحظوا هذا الكم ولولا ان الظروف الوبائيه لكان الكم أيه. لكن تبقى الرساله ربما نقول الرساله وصلت، وان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى من المنتظم الدولي بان ياخذ القضيه قضيه تجيد ويتدخل من اجل الافراج عن اهلنا المحتجزين بمخيمات تندوف، مع مطالبتنا لا لتجنيد الاطفال لا لاحتجاج الاطفال داخل المخيمات لا لتهميش النساء في مخيمات تندوف. مجموعه من الشعارات كنرفضوها اليوم وكنتمناوها ان شاء الله توصل لمن هو يهمه الامر. نبقى دائما متضامنين ونحب اهلنا معهم في السراء والضراء. تبارك الله عليك سيدي شكرا. كما شفتوا اخوتي فيديو من البدايه حتى النهايه، صراحه الوقفه ديال التضامن مع اخواننا حاولنا باش نبارطاج معكم اليوم 21 عفوا يوم الاحد 21 مارس 2021. نخليكم بعض اللقطات، ما تنساو تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد ديالنا اللي كنحاولوا ندير واحد المجهود ونصوروا لكم. وتبارك الله عليكم.